مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى رياضة. اليوم عندنا ضيفة عزيزة وغالية ومميزة جدا في مجالها اللي نقول أغلبه ذكوري، ولكن تبارك الله اقتنصت الفرصة وكسبت التحدي وصارت خير من يمثل النساء في هالمجال. راح نتعرف عليها إن شاء الله بعد هالفاصل. ضيفتنا اليوم في ملتقى الرياضة إيمان الكوت، حكم في لعبة التايكواندو ولاعبة سابقة في لعبة التايكواندو أيضا، وتعتبر أول محكمة خليجية دولية بلعبة التايكواندو. حياكم الله مرة ثانية أعزائي المشاهدين، ونحب نرحب معنا في ضيفتنا العزيزة إيمان الكوت. ساعة المباركة، الله يسلمك، كل عام وانت بخير، وانت بخير، صحة علينا وعليكم، مبارك إن شاء الله. طبعا أنت غنية عن التعريف، الله يخليك. يعني احنا بنتطرق إلى مواضيع كثيرة منها وأبرزها طبعا أنت أول حكم خليجي ودولي بلعبة تايكواندو. بس قبلها شلونك مع رمضان؟ الحمد لله بخير إن شاء الله، أمور طيبة. المهم الأجواء مثل ما أقول الطقس، الجو حلو بارد إن شاء الله، وإن شاء الله يكون خفيف علينا جميعا يا رب. شلون فطورك؟ خفيف أكيد. شنو أكلتك المفضلة؟ تشريبة طبعا، رمضان كل يجمع عليها. شهر فضيل لازم تشريبة أساسي. والحلو؟ الحلو عاد ما شاء الله على قولتهم عدوا خربط القيمات والقطايف وايد ما طوفينا. شوفينا بالسفرة ما والله القطايف احنا مهمة عندنا، فيها جبن العيال يحبونها جبن. سلام انا بعد احبها حق الويت، هذا حق الوزن. لازم لازم على شوي العافيه. الله يسلمك. خلينا نبتدي في بداياتك في عالم تايكوندو كلاعبة. نعم الحمد لله. طبعا بدينا احنا كفتيات من نادي الفتاة وشكلنا منتخب أنا ذاك، والحمد لله طلعنا بتحدي، وكان أمامنا تحدي كبير أن كنا أول مجموعة فتيات نطلع نمارس لعبة قتالية جديدة على المجتمع، وكان فيها تحدي كبير أن أنتوا يا تفتحون باب حق الأجيال القادمة من بعدكم، أو يعني مع الأسف يتسكر الباب. بس الحمد لله الحمد لله، وكعادتها الفتاة الكويتية أو المرأة الكويتية تتحدى وتنجح إن شاء الله، وطلعنا منها إلى بطولات. طبعا كان يسبقها بطولات محلية في الكويت، وبعدها اللي طلعنا طبعا البطولات العربية سواء في مصر ومغرب ولبنان، ويعني أغلب الدول العربية. فالحمد لله أنجزنا، رجعنا من أول بطولة كنا لعبة جديدة. أي سنة طال عمرك هذه؟ هذه عاد نرجع للماضي، 96. ما شاء الله. نعم 96. وين كانت؟ في مصر. في مصر، هذه أول مشاركة لكم. نعم. خارج الكويت. أي نعم خارج الكويت. كم وحدك أنت والله يحفظك؟ والله كنا ثلاثة، يعني كنا ثلاث فتيات، و طلعنا حاولنا نسوي التحدي هذا، وفي في في ايضا خوف مثل ما يقولون كتجربه اولى، لكن الحمد لله رجعنا في ميداليات، فهني انكسر الحاجز ومنها صار الاقبال الحمد لله على التايكوندو. ما شاء الله. واللي البطوله اللي بعدها؟ البطوله طبعا 97 ايضا التحقنا، كانت ايامها الدوره العربيه بيروت، وايضا الحمد لله خلاص مثل ما يقولون زاد العدد الان، الفريق من ثلاثه صار اربعه وثمانيه وقبال. نعم نعم، يعني لعبتنا احنا ثمان اوزان، فخلاص طلعنا البطولة اللي بعدها بكسر هذاك حاجز الخوف. الحمد لله طلعنا في البطولة اللي بعدها ثمانية عددنا كامل، أيضا الحمد لله حصدنا ميداليات ورجعنا فيها، ومما أدى إلى أيضا بعدها 98 بطولة مغرب. المغرب يعني كانت دولية أيضا وحضرناها وشاركنا، وأيضا الحمد لله حققنا ميداليات ومشينا في الخط، يعني وصرنا من الدول يعني الخليج الأوائل اللي نخوض لعبة قتالية كالتايكواندو. نعم بعد أبي أسمع البطولات. نعم كملنا، وبعدين طبعا منها إلى عديد أيضا بطولات صارت على مستوى الكويت والأندية، صار في منافسات أيضا لأنه صار في إقبال، فصار في منافسات بين الأندية أيضا، هذا فتح لنا مجال أيضا جديد. ومنها طبعا في صارت في بطولات أخرى قام يروحون لها يعني زميلاتي البنات. أنا أيضا في هالفترة اتجهت إلى التدريب، بديت أخذ مدرب يعني دورات كثيرة في دورات التدريب، وثم من ثم وايضا تشجيع يعني زملائنا في محيط التايكواندو الحمد لله. والفضل طبعا الاساسي والاول الى مدربي، ويعني مثل ما نقول راعينا في التايكواندو بالنسبه للفتيات دكتور وليد سراب، له كل الشكر، لان هذا انجازه اللي هو لليوم يعني مستمر وماشي وصاير في الكويت. فمنها انطلقنا الى التحكيم، رحنا لحصول على الشارة الدولية، وسبحان الله كانت الدورة الوحيدة الأولى وإلى الآن لم تتكرر يعني نسائية، إن كل الدورة فيها نساء من كل دول العالم، وكنا أنا وزميلتي هبة أبو صفر من أوائل الناس اللي حصل على شارة التحكيم الدولية. الحمد لله. راح نتطرق أكثر إلى هذه النقطة تحديداً. نعم. بعد الفاصل إن شاء الله. جاجة.
حياك الله يا العزيزة. الله يحييك. الله يسلمك. الله ساعتك. الرد ونفس ما تكلمنا قبل الفاصل، وصلت إلى مرحلة التحكيم. اي نعم. طبعاً التحكيم هنا على طبعاً مستوى ثاني وآخر، وفي مسؤولية أكبر. نعم. إحنا طبعاً من كنا لاعبات، إحنا دائماً هدفنا الأساسي اسم دولتنا ونرفع علم ديرتنا أيضاً دولتنا الكويت في المحافل. الآن مسؤولية أكبر في إنك تكون محكم دولي، والحكم يعني مهمته كبيرة ومسؤولية كبيرة. الحمد لله طلعت عدة بطولات دولية، وقدرت حتى أصعد إلى مستوى إني أحكم لأبطال عالم وأطلع على الفاينل، يعني الحمد لله. وهذا أيضا يعني مثل ما نقول كان يعني نساعد أن نرفع اسم دولتنا أكثر، وتشريف لنا أن نكون أيضا نحفظ يعني اسم دولة الكويت ونكون حكمات دوليات. وأنت أول حكم خليجي دولي. نعم نعم. والثاني عربي. والثاني عربي، لأن ما حتى في العرب ما كان في أحد قبلنا. في الأردن يمكن حكمة واحدة، وإحنا وبعدنا الحمد لله الدول العربية بدت الفتيات يدخلون عندهم التحكيم. يعني أنت فتحت الباب. فالحمد لله. آه أي نعم الحمد لله. إحنا هذا نبي واحدة من ذكرياتك كمحكمة أو حكم دولي. والله اللي والله حكمت فاينل كان قوي بين القطبين، يعني الأقوياء مثل ما نقول، كانت بين إيران وكوريا، وهم دائما يعني لما يطلعون على الفاينل مشكلة كبيرة. فأنا في كنت تجربة صعبة صراحة ورجال يعني. وين كانت؟ كانت في ألمانيا. اي نعم بطولة عالم. والحمد لله يعني داخليا ممكن كنت يعني خايفة متوترة، بس ما حاولت أبين هذا الشيء، وحكمت الحمد لله بجدارة مثل ما هم أذكروا لي. وكانت من تجارب الرائعة لما يعني تحكم لأبطال، شيء رائع، مو يعني مو شيء سهل صراحة، بس الحمد لله أنجزنا فيه. الحمد لله. الحمد لله. ومن طبعا المجال التحكيم إلى أن إن شاء الله الحمد لله الآن إحنا أنا حاليا رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد الكويتي للتايكوندو، ومعاي زميلاتي أيضا اللي هم كانوا لاعبات. وفي نفس الوقت إحنا ما زلنا نحافظ على أن نكون مدربات ونشجع البنات، يعني نحاول ننتشر في الكويت عشان نستقطب أكثر عدد وكم من البنات في ممارسة لعبة التايكوندو. جميل. نبي نعرف تصوركم للأشهر إن شاء الله القادمة، مشاركاتكم. نعم. ومعسكراتكم والفئات العمرية اللي أنتم حين محتوية. نعم الحمد لله إحنا الآن يعني في الكويت عندنا تقريبا بطولتين يعني أساسيتين لجميع الفئات، الفتيات من زهرات وناشئات وفتيات وسيدات، الأربع مراحل. زهرات من زهرات الصغار اللي هو يعني تقريبا تحت نقول 10 سنين. أوكي. يعني الصغار اللي يكونوا بعدهم، وبعدهم ال 12 و 14 و 16 و 18 فوق سيدات. نعم. فنحرص على ان هذه البطولات تصير، غير طبعا هذا كله ايضا بجهد وفضل اتحادنا، يعني اتحاد الكويتي للتايكوندو متمثله في رئيسه السيد هاني المرشاد، ما يقصر مشكور في دعمنا يعني بكل ما يقدر عليه ويستطيع في البطولات هذه. وايضا عندنا بطوله السفير الكوري ايضا تكون مفتوحه لكل يشارك فيها. واحنا بالاضافه لنا كنا مدربات نحاول ننتشر في الاكاديميات ونكون اكاديميات ان ندرب البنات. وعندنا ايضا بطولات خليج وبطولات عرب، وكنا قبل فتره مشاركين في الفجيره في كاس العرب، وايضا الدوليه بطوله فجيره الدوليه، وطلعنا فيها في فتيات ناشئات صغار ان شاء الله ناسسهم حق بطولات قادمه، ونطلع ان شاء الله لبطولات اكبر باذن الله. باذن الله. ودنا نسمع منك كلمه اخيره ودعوه لخواتنا البنات والشابات في هالمجال تحديدا. ان شاء الله. انا طبعا شاكره لكم اول شيء على هذا اللقاء، وشكر خاص لقناه الثالثه طبعا اللي دائما تهتم وترعى الرياضيين. بالنسبة حق البنات احنا نقول لهم مارسوا الرياضة يعني بشكل عام، وأكيد نشجع أن الآن البنات يلعبون تايكوندو كلعبة قتالية، لعبة جميلة ليست يعني مو بالعنف اللي هم يتصورونه، هي تحتاج مرونة ولياقة أكثر وبالعكس رشاقة. فنشجع ونحب أن أولياء الأمور يقبلون ويشوفون هذه اللعبة، يتعرفون عليها، وبالتالي يدخلون بناتهم يلعبونها يعني يشاركونهم فيها. بيض الله وجهك. الله يسلمك. نورتي مكانك ومحلك. الله يسلمك. لنا لقاءات ان شاء الله قادمه مع انجازات اكبر ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعه، وان شاء الله استفدتم من الحلقه الجميله. نلقاكم على خير.